السنطيحة أهم من الباك، السنطيحة أهم من الليسانس وأهم من الماستر، الزعامة والسنطيحة والجرأة أهم من أي ديبلوم كاين تحت منك أو كاين في ظهرك. راه غادي نقولها وغادي نبقى كنعاودها، اللي غادي يجيب لك فرص في هذه الحياة الجرأة ديالك ماشي الديبلوم، اللي غادي يلاقيك مع ناس في هذه الحياة الجرأة ديالك ماشي الديبلوم. كاين بزاف ديال الناس كيخسروا على راسهم فلوس صحيحه وكيمشيو يتعلموا وكيمشيو يقراو وكيتعلموا اللغات ويتعلموا المهارات ولكن ما عندهمش الجرأه. الفرصه كدوز من حداهم من حدا نيفهم وما كيشوفوهاش. كيتحسر باغي يهضر ولكن ما قادرش، باغي يعبر ولكن ما قادرش، شاد التليفون ديالو في السوشيال ميديا هو كيفهم اكثر من دوك الناس اللي كاينين ولكن ما قادرش يهضر، ما عندوش الشجاعه ما عندوش الجرأه وما عندوش السنطيحه اللي عند بعض الناس اللي ما عندهم لا ديبلوم ما عندهم لا كفاءات لا والو، وراهم عامرين ومعششين لينا في التيك توك وفي الانستغرام. كنشوفهم اكثر ما كنشوفوا والدينا، كنسمعوا صوتهم اكثر ما كنسمعوا صوت عمك او خالك اللي من العائله ديالك. علاش عندهم السطيحه؟ علاش عندهم الجبهه؟ شنو كتسنى انت وانتي انك تقوي الجرأه ديالك؟ كاين الفرق كبير سيدنا ما بين الشخصيه ديال الانسان والقوه ديال الانسان والجرأه. بالنسبه لي انايا الجراه اهم من القوه. كاين اللي قوي ولكن ساكت، كاين اللي عنده القوه ولكن ما كيستغلهاش. ملي كتستغل القوه ديالك هنا كنتكلموا على الزعامه، هنا كنتكلموا على الجراه. تقدر تلقى واحد السيده رقيوق، تقدر تلقى واحد السيده قصيره ولكن عندها الجراه ولسانها كتسمعوا العالم كامل، ما كتخاف من ما كتخاف من الكاميرا من ما والو، ما كتخاف لا من البوليس ما كتخاف من حتى شي واحد، كتخاف من الله وهي كتقول لك انا نقول الحق وما نسكتش على الظلم. مي اغلبيه ديال الناس لا، ما كيقدروش يهضروا، ما كيقدروش يعبروا، ما كيقدروش يشاركوا داكشي اللي كيحسوا به. رساله لاي دري ولاي بنت كيشوف هاد لا فيديو، انا ما كنعرفكش ولكن كنعرف حاجه وحده، لان الله عز وجل نفخ فينا من روحه، وديك الروح هي الفطره، وديك الروح هي الصدق. روحك صادقه، نيتك صادقه، ديك النيه خصهم يسمعوها الناس، ديك النيه خصهم يشوفوها الناس، صوتك خص يسمعوه الناس، انت اللي حاقر راسك صوتك خص يسمعوه الناس، صوتك خصو يسمع، خصو يسمعوه اغلبيه ديال الناس. وهذوك الناس اللي هما كيشاركوا التفاهه اللي بغينا نقضيو عليهم انت وانت خصك تحرك وخصك تخرج وبركه وسيدي ما تبقاو ضعاف. الجراه ثم الجراه ثم الجراه. نعلم ولدي يكون جريء، نعلم بنتي تكون جريئه، ما نعلمش ولدي يكون يحشم، نعلم ولدي كيفاش يستحيا، نعلم بنتي كيفاش تستحيا. من الحشمه ما عندنا ما نديرو بها، الحشمه اللي خلاتنا اللور اللور. حنا من الاولى في الاقتصاد، حنا من الاولى باش في العالم كامل باش حنا نحشمو. لا سيدنا ما ضعاف، الانسان الضعيف ما خصوش يحشم، الضعف والحشمه ما كيتلاقاوش، الضعف والحشمه ما كيتلاقاوش. فماخش دونك الا كنتي ضعيف ما تحشمش، استعمل شويه الصنديحه قدر تعاونك بزاف، قدر تلاقيك مع ناس. فماخش هادشي اللي كاين. كان معكم مثلا دكتور انس نورو ساينتيست، كل يوم فيديو في نفس القناه في نفس الوقت اللي كتشوفوا فيه. غنحاول سيدنا نواكبكم، غنحاول نواكب الامهات، غنحاول نواكب الاباء، وغادي نحاول نواكب الدراري اللي كيقراو، الدراري اللي خدامين. يا ربي قوينا وصافي. كاينين مجموعه ديال الفيديوهات صورناهم لكم كل يوم، الا طرات شي حاجه خارجه على الاراده تاعنا ماشي، وغادي نحاولوا نزودكم بجميع المعلومات اللي قدرنا الله واللي بارك لنا الله فيها اننا نشاركوها معكم. وبغينا منكم غير الدعاء، هادشي اللي كاين. سامارش، تلاقاو غدا في نفس الوقت ونشوفكم على خير. كان معكم دكتور انس نورو ساينتيست.